إنهم السكان الأصليون لهذه المنطقة، لكنهم اليوم يجبرون على مغادرة ديارهم. أكشف من خلال هذا الفيلم عن ماض مرعب. شالوهم بين الجثث مضروبة 7 سكاكين. إنها قصة أحداث عنف لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا. قبل التهديدات قتلوا ابن مقدامنا. المسؤولون الذين يحاولون الآن إعادة إعمار البلاد يعترفون بحجم التحدي الذي يواجههم. تبدد مخاوف الإخوان المسيحيين أو اليزيدين، هذا جرح عميق صار، يعني أنا أعترف. أما الضحايا فلا يثقون سوى بأنفسهم. فنحن أولاد المدينة، إحنا أحق بالدفاع عنها. أسافر عبر تركيا والعراق في رحلة بحث عن آخر المسيحيين. تبدأ رحلتي هنا في جنوب شرق تركيا، منطقة تنتشر فيها الأديرة والكنائس والمعابد القديمة، بات معظمها اليوم مهجوراً. تعرف هذه المنطقة في اللغة الآرامية القديمة بطور عبدين، وتعني جبل المتعبدين. ما الذي حل بمن يتحدثون هذه اللغة؟ هذا ما أريد معرفته. يصطحبني إليو إليو في هذه الرحلة. ولد إليو في تركيا وتربى في السويد، وقد عاد إلى موطنه الأصلي لتسجيل ثقافة يخشى أنها في طريقها إلى الزوال. عمان تكفيني هركلة، يعني خد عامو، يعني قال عاد مغلبة، وأكي ثاني يعني كوسوذي علي، كوسوذي الروحية نقوثة كمارن، يعني إني خد ماسيطينا طو أكي ثق محكني تشعي ثاثي موخم مدلي فسقونا ماني نقايو مناصينو دمقايدنو أدك كوثة خاسرين، يعني أقريا وثة سوروي عيتها وثة أديري ودك كوثة حرين ست خاسرين، يعني وموخا فايشنو هايكم ناسينا تسو يمنا. ينحدر إليو من الطائفة السريانية الأرثوذكسية، وهي واحدة من بين طوائف مسيحية عديدة، وغالباً ما يطلق عليهم تسمية الآشوريين، وهم يعتبرون أنفسهم شعباً واحداً يعود إلى عهد الآشوريين القدماء آلاف السنين قبل الميلاد، كما أنهم يتشاركون اللغة السامية ذاتها الآرامية. إنها اللغة التي تحدث بها المسيح، وهم يحافظون عليها من خلال التحدث بها في منازلهم وأثناء طقوسهم الدينية. يمتد الموطن الأصلي للآشوريين من أورفا في تركيا إلى بحيرة أرميا في إيران شرقاً، ومن ديار بكر إلى سهل نينوى في العراق جنوباً. وكغالبية مسيحيي طور عبدين، ينحدر إليو من أجداد نجوا من مجزرة ارتكبت قبل أكثر من 100 عام، وهو يقول إن الأدلة لا تزال مدفونة تحت حقول وقرى المنطقة. وهذا أحد تلك المواقع السرية. من الصعب وصف ما أرى هنا، عشرات الجثث والعظام
قد تكون عائلات، أقارب، أشخاص لا علاقة لهم ببعضهم البعض، جمعهم الموت. ونرى بعض الجماجم الصغيرة، ربما أطفال. إنه فعلا مشهد مؤثر ومرعب. أخبرت بأن هذه جثث لأشخاص عاديين من المسيحيين السوريان، قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى على يد السلطات العثمانية ورجال القبائل الكردية، وقد تم نقل جثثهم بعد قتلهم إلى هذا الكهف، وأخفيت هنا لأكثر من 100 عام. القتل الجماعي لنحو 1.5 مليون أرمني مسيحي معروفة، وكثيراً ما يشار إليها بمذابح الأرمن. أما قتل مئات الآلاف من المسيحيين الآخرين التي تعرف بمذبحة الآشوريين فهي أقل شيوعاً، ولا تعترف الحكومة التركية بكلا المذبحتين وترفض ذلك بشدة. طلب منا عدم الكشف عن موقع الكهف، فتفاصيل هذا القتل الجماعي لا تزال مثيرة للجدل إلى حد تخوف الأهالي من قيام السلطات التركية بإزالة الأدلة. في منطقة كنا مسيحية. والذكريات لا تزال حية. جدة شمعون قالوا نجت بالكاد من إحدى المذابح. أخذون على الطريق على اشتراق، قرية اسمها اشتراق. هني بالطريق بلشوا يقتلوا فيهم، 366 شخص قتلوا فيهم. هذول تركوهم بعد مو قتلوا فيهم، تركوهم كملوا. تاني يوم أجوا عليهم، في بنات في نسوان في كذا بدي يشوفوا، عرف لهم بياخذوا ذهبات منهم، ياخذوا حلقات منهم، طواق في رقبتهم بياخذوا. شافوا هاي اللي هي ميمتي بعدها مو ميتة، عم تتحرك فيها روح. شالوهم بين الجثث، يعني جثث بالأرض ميتين. تصور 366 جثة بالأرض موجودة، شالوهم بين الجثث مضروبة 7 سكاكين. أنا أيضا تربطني بهذه المذابح علاقة شخصية. هذا أحد أجدادي، ليونار ميلكي. وعندنا هاي الصورة يلي لما إجا بالزيارة الثانية أبونا ليونار عب عبديت سنة 1911. عام 1915 تعرض ليونار للاعتقال والتعذيب ثم القتل على يد السلطات العثمانية. أحد أقربائي فارس ميلكي قام بأبحاث حول قصة ليونار. كانت دايما أنا لما أشوفها بتأثر فيها، يعني الصورة هيدي الصورة هي اللي جذبتني أنه أهتم بتاريخ وبسيرة أبونا ليونار ميلكي. لا نعرف الكثير حول وفاة ليونار، لكننا نعلم أنه قتل عندما كان ضمن قافلة معتقلين أجبرت على السير من ماردين إلى ديار بكر، وهو واحد من بين آلاف الضحايا. أريد أن أعرف المزيد عن الأحداث التي ذهب ضحيتها الأب ليونار، وكيف كانت هذه المأساة العائلية جزءاً من الويلات العظمى التي حلت بالمجموعات المسيحية التي كانت تعيش هناك آنذاك. هناك كلمة باللغة الآرامية تعبر عن المذابح، سيف، وتعني السيف. لكن العنف لم ينتهي عام 1915، العنف لم يتوقف أبداً. يخشى إليو إليو أن يهجر من تبقى من المسيحيين موطنهم، فقد تراجعت أعدادهم من 50,000 في الثمانينيات إلى 2,500 مسيحي فقط حالياً. This is the village of Bote, an Assyrian village. There was no Assyrians there for a moment. They emptied it in the 80s. The last family in the beginning of that in the 80s they left. في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين خاض حزب العمال الكردستاني حرب عصابات دارية مع الجيش التركي. منح بعض الأكراد الذين أيدوا الحكومة التركية ضد حزب العمال الكردستاني بنادق، وباتوا يعرفون باسم حراس القرى. ويزعم مسيحيون بأن هؤلاء الأكراد استخدموا أسلحتهم الجديدة لإجبارهم على مغادرة قريتهم،
واحتلال بيوتهم والاستيلاء على أرضهم. زاز هي واحدة من تلك القرى، وقد نالت القرية شهرة لوجود آخر مسيحية تعيش فيها وتدعى ديريتو أي الراهبة، واسمها الحقيقي هو مريم جوكمان. تقول ديريتو أنها تعيش محاصرة وسط عائلات كردية معادية لها. أصدر خب دبابة نابرد حتى ساغم جوز مريم إيدي أخد زاني از اسیر مها رهین ملبدری. يعيش اليو اليو قريبا من القرية ويزور الراهبة بشكل منتظم ويجلب لها المؤونة. لقد قطع عنها ماء الشرب. قبل تمرد حزب العمال الكردستاني كانت 15 أسرة مسيحية تعيش في زاس، وتقول ديريتو إن حراس القرى الأكراد أجبروهم على مغادرة منازلهم. زازي هوير قالك إيش كان جل زازي أكل البابي عيسى ديابي قالك يحن فاضها بسم الله قمان قالك إيش كان جل واكل تمها هالو وقت بحليبو نشت دخلاقو بدرو ورجال بعدا وبردانوها ومالي وحولو الروت دركتن. منذ ذلك الوقت احتل أكراد بعض بيوت المسيحيين، وتتهم ديريتو أكراداً بمضايقتها ومحاولة إجبارها على الرحيل. تشتاقوا عنينا سريمة، هم تهديد، هم حقارات، هم يا أبو يصارك نقدها يا هارت صيب مدانا كشتت ودا سسز ببي. حاول التحدث مع الجيران الأكراد لكنهم رفضوا الحديث إلينا، وتقول ديريتو إنهم ينتفعون بزراعة أراضي المسيحيين. تاجون ورزاتهم بهيباتهم سماغتهم دخلت جينين وقنديما بوشن يا أبا يا أبو جبن نولانت خانية وانين خانية سريانيانا. وافق كردي من السكان المحليين على التحدث إلينا. فضل الله أصلان هو شقيق أحد جيران ديريتو، ورغم أنه لا يعيش في زاز إلا أنه أصبح عمدة القرية، وهو يروي قصة مختلفة. şöyle inanmıyorum. Ben köyün muhtarıyım. Ha önce de uyardım. Dedim herhangi birisi sana zarar verdiği zaman ben o tehditleri kabul etmem. Eğer ديريتو şu anda benim şeyimdedir. العمدة ينفي أيضاً ما قالته ديريتو حول إجبار المسيحيين على المغادرة وعلى أن منازلهم تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني. şu anda evlerde yaşayanlar zaten onlardan izin alarak kendi evlerine girmişler. Köyün yerlileridir daha doğrusu. اتصلنا ببعض مسيحيي زاز الذين يعيشون حالياً في ألمانيا، وقد أكدوا رواية الراهبة ديريتو، وقالوا إنهم لم يمنحوا أي إذن للأكراد بالسكن في بيوتهم. وستبقى ديريتو صامدة لوحدها إلى حين تأمين عودة جيرانها المسيحيين وضمان سلامتهم. يقول إليو إليو إنه عندما كان في العاشرة من عمره كانت أسرته من بين من أجبرهم المسلحون الأكراد على مغادرة القرية. Why can not the Assyrians live in peace? Why do need the Kurds to change the demography? In every single Assyrian village it's the same. The people is gone, so what is left? The evidence of Assyrian presence, the churches, the monasteries, or the other things. So they destroyed them. وصلنا قرية ديركوبي. تعيش هنا أسرة سريانية آشورية رفضت المغادرة. عائلة دنحو هي الأسرة المسيحية الوحيدة التي بقيت في قرية كانت تقطنها 12 أسرة مسيحية. ورغم كل ما حدث
هم عازمون على العيش مع أطفالهم هنا. ملك دانحو هو رب الأسرة. خلال عمليات القتال في تسعينيات القرن العشرين، كان أفراد أسرته من ضحايا طرفي الصراع، أولاً من قبل حزب العمال الكردستاني. أصلاً ترسك هنا اللي لحمه سمل سر سمل سل حاجة هوقة ومر من لحمه لربينا نخو ومر كون حروته على عربي التيسي لا لعسكر لا قروجية إحنا لحمه لربوت لنا ومر دايرك سمل تمام ما ترامه هيدا مجبور هو ده لحمه. من هذه بيكا كأثنوا مجبورة تبيتون اللحم ولا شانه بس كده دولة سد أثنوا قاي كوبيتون كذل من خمطة تخسرها. خمطة لو كنت لو خيبت ايدي قايبين هاي مستري دخي وزن هو ياي وايدي تشلسك ولا اصل مرفلين وربا بيخرسوا بكر بيو بفلالات حتى انا بايز دلي يبوي هاو قدينا دعينا بيا قيل ان جيت في يبا بالا ها ها خاطر ما حتى سلاح فهم مر مر بعاتي ثلاثي كعبة خبلوا لوحة فرحين عليها نعيم ما نقلها بدل رزالة لو خلا يعني أمي تعوي نتكلم ريشا بتيانت بس شوف أجبرت العائلة على الرحيل. وعند عودتهم بعد 7 سنوات اكتشفوا أن بعض الأكراد أضافوا أسماءهم إلى سجل الأراضي المحلي وأصبحوا شركاء في ملكية الأرض التي كانت ملكاً لعائلة دانحو. كيبت حوزة تاموس تاني أيدر بوم شاركي روحي دمين هانو وطابد كتيو على شمد بابي ملكي إرغون دانحو خاشو محوي تامو دبعت أي كويو. So this is the name. This is his name. And the father of the father. This is his father's name. And all of these are the people claiming that they are the partners of the father. Yes. كان على عائلة دانحو رفع دعاوى قضائية منفصلة لاسترجاع كل واحدة من قطع الأرض 54 وقد نجحوا مؤخراً في استرجاع أول قطعتين وهم في انتظار قرار المحكمة حول بقية الأراضي. في تلك الأثناء تحولت حقولهم إلى أرض بور والسبب كما يقولون هم الشركاء الجدد الذين يمنعون استغلالها. استحبنا كل من هاتشو وأخيه أيوب معنا في رحلة للبحث عن الأشخاص الذين يزعمون ملكية أراضي عائلة دانحو. التقينا شهموس حاجو، عائلته من جيران عائلة دانحو منذ زمن بعيد. كان جد شهموس زعيم قبيلة كردي وقد أنقذ حياة عائلة دانحو من الموت خلال مجازر 1915، لكن رجال قبيلته هم من بين من يزعمون ملكية أراضي عائلة دانحو. شهموس لا يتفق معهم. بونار بوردكي سوريان نرا هالا ظلم ediyorlar. Halbuki yüzyıllar önceden beri yaşadığım aynı coğrafyada yaşadığımız insanlar şu anda maalesef 3-5 kişi bunlara zulüm ediyorlar. Derkube'deki insanların haberi olmadan mallarına ortak olmuşlar. Derkube hiçbir zaman bir Müslüman Derkube'de bir karış dahi toprak almış değildir. Derkube Süryanilerindir. Gene Süryanilerin olacaktır. يبدو أن احترام شهموس للقانون أكبر من ولائه لقبيلته. وعلى غرار الكثير من الأكراد فقد عاشت عائلته في سلام مع جيرانهم المسيحيين على مدى أجيال. الاعتداءات التي طال أمدها على منازل ومزارع المسيحيين السوريان أرغمتهم على التخلي عن موطنهم. تاركين خلفهم مناظر خراب ورموزاً لشعب لم يتعافى بعد من مذابح سيفه قبل قرن من الزمن. بعد النكبة التي حلت بهم في الحرب العالمية الأولى
ترك مسيحيو تركيا ديارهم واتجهوا نحو سوريا أو نحو العراق. اتجه بعض الناجين من تور عبدين جنوباً نحو سوريا. أما غالبية الفارين من هكاري وأرمية نزحوا نحو العراق. اجتاز الكثيرون منهم هذه الممرات الجبلية التي كانت على مدى القرون طرقاً حيوية، بينما أصبح يعرف حديثاً بتركيا والعراق. هذا الوادي في شمال العراق هو الأقرب لجبال هكاري، الموطن الأصلي للعديد من أجداد الآشوريين العراقيين. ساروا على هذا الدرب بالمئات نحو العراق هرباً من الموت والاضطهاد. وجدوا في شمال العراق ملاذاً آمناً لهم بين أبناء بلدهم من الآشوريين الذين كانوا قد استقروا هنا قديماً، لكنهم وقعوا في هذا المكان ضحية لحروب شعوب أخرى. الأدلة واضحة، نحن دون شك داخل حدود كردستان العراق، لكن هذه القواعد العسكرية تركية تعمل على مراقبة هذه الأودية في الأسفل والتي ينشط بها حزب العمال الكردستاني. وكما حدث في تركيا، عانى الأشوريون المحليون من صراع لا يعنيهم استورد إلى هذه المنطقة منذ أكثر من 30 عاماً. الفترة المؤخرة بداية التسعينات الصراع ما بين PKK تنظيم خارجي يأتي من خارج البلاد ويتصارع مع قوى من داخل البلاد، احنا كنا الضحية لهذا الصراع. ودائما بتعرف انه الأقليات أو إحنا شعوب أصلية وأصبحنا أقلية نكون الحلقة الأضعف في صراع ما بين قوى متنفذة وكبيرة. ميخائيل بنيامين ناشط أشوري فرت عائلته من تركيا إثر مجازر سيفو. هذه مدافن القرية في وادي نالا. بتصور أن مشكلتنا الأكبر أنه إحنا واقعين في منطقة دائما كانت منطقة صراعات بين قوى مختلفة. على سبيل المثال 1960s الصراع ما بين الحكومة المركزية والأكراد كنا احنا الضحية. بعدها الحرب العراقية الإيرانية الصراع كنا احنا الضحية. قرية بنيامين دمرت مرارا وتكرارا وأعيد بناؤها عدة مرات نتيجة للصراع الدائر. وقد أراد أن يعرفني على أقاربه الذين عانوا من اضطرابات المنطقة. عمه إنوية الذي يبلغ من العمر 86 عاماً عاش في الوادي طوال حياته، وقد أخبرني كيف كان ضحية لكل من نظام صدام حسين والأكراد. انظلمنا كثير من جيراننا وتركنا أكثر من مرة، بس هالرجع كل مرة كنا نرجع لأرضنا. يعني أربع مرات بيتنا انحرق ورجعت مرة أخرى عمرت البيت. يعني هو فعلا لليوم احنا باقين. يعني بعدهم يريدون يقلعون جذورنا، بس احنا ما نترك هذا وطننا وهذه ارضنا وما بنتركها. يعني عائلة ابن العم مارك اجبرت على الرحيل من الوادي والهجرة نحو استراليا في تسعينيات القرن الماضي. We are indigenous from, you know, this is our land. Even though we had to leave, but this is really our land. So are you worried about the future? We do have a big worry. It's mainly because of what's happening here. If it's like a tree, we feel like even though we've left, we still have a root. But as soon as that root is ripped from the ground, we feel like we're losing that root. That's it. يعمل ميخائيل على مشروع جديد. يقوم بتسجيل أسماء كل الحيوانات المحلية والنباتات باللغة الآرامية قبل أن تنقرض مع زوال شعبها. هنا في شمال العراق تماماً كما كان الحال في جنوب شرق تركيا، يتهم الآشوريون جيرانهم الأكثر نفوذاً بالاستيلاء على أراضيهم، كهذا المحجر الذي كان في الماضي أرضاً زراعية للآشوريين.
ينحدر صباح توما من عائلات الناجين من المجازر في تركيا. أخبرني أن أرضه يتم استغلالها بطريقة غير شرعية من طرف عائلة زباري، وهي من قبيلة كردية نافذة. أين تقع أملاككم؟ أملاكنا هاي تبدي من نهاية هاي التلول مال حصو وتنتهي يما ذاك الجملون البعيد، هذيك الأشجار. على الفور. هاي قطعة أربعة يسموها بالخريطة مال الزراعة. وهاي الضفة يعني هالصفحة الضفة مع النهر كلها تابعة لنا، ضفة النهر كلها هاي أنشأوا بيها مقالع ومعامل، 7 من معامل كانت إحنا ما ماخذين درهم من هاي القاع كلها. يقول صباح إنه لا يستطيع فعل أي شيء رغم أنه يعلم من استولى على أرضه. كلها أخذها فرزندة، كلها أخذها وباعها، ماكو محاسبة لهذا الشخص، ما يتحاسب. عنده حصانة، لدي حصانة، وهسه أصبح عضو برلمان. فرزندر زباري يؤكد على أنه يحق له أن يستعمل الأرض. عرج موجودة ومساحة موجودة، عندك إشكالات، عندك جارك تشبي تشبنا إدارة مراجعات كبيرة، المشكلة تعطينا حل كرن. وهركسة كيف شعورك كيف بكتك وغبنا قالت تذكرن وحقك ويبزرد بيت، محكمة موجودة وشد مخبشت محكمة دفاع الحق خبكت. يريد صباح أن يطلعني على وثيقة يقول إنها اتفاق يجبر فرزندر زباري على إعادة الأرض إلى أصحابها المسيحيين. بمجلة موجود الشيخ طاهر شوشي وكاميران عبد الله، هذا من رئاسة الوزراء، واحد من رئاسة الإقليم، بالعربي مكتوب. واضح إرجاع جميع أراضي المسيحيين التي استخدمت من قبل السيد فرزة نادرة، تثبيت وتأكيد على مكان القرية. لا أقرأها مرة أخرى، اسمه فرزندة. فرزندة الزباري. فرزندة. فرزندة. هذول 7 هم أهل القرية. الشركاء. بس هنا الحكومة مو؟ هاي حكومة. هذا القائم مقام مدير ناحية. قاسم عبد الصمد عبد الله خليل محمود أوس. بس هو ماكو توقيعه. ما. هو ما وقع. رفض. رفض. لا تريد تصلحها وترجعها زراعية. يبدو أن التوقيعات لا قيمة لها، فالاتفاق لم ينفذ. ويرى فرزندر زباري أن الوثيقة غير صحيحة. خبراء الزراعيين هو ما عدا هو. هج قرارك الدزقائك نا إداري نا قضايا دار نشوة بهر مشكلك كل ما بين ملاك الردابيت ما بين فلاح الردابيت. علمت أن حالة صباح ليست وحيدة في إقليم كردستان، وقليل من هذه الحالات يتم تسويتها. وفي حال لم يتم حسم هذا الموضوع لصالحكم، مجبور رح نترك الأرض ونمشي. أبويا ما تهنى بيها وأني ما تهنيت بيها وولادي هم ما يتهنون بيها، فمجبور أعفها وأمشي. وكما في تركيا يعتقد المسيحيون هنا أن ثقافتهم تتعرض للطمس. في أعالي مدينة دهوك تتربع هذه المنحوتات القديمة التي تعود إلى عهد الأمبراطورية الأشورية، أي قبل نحو 3000 عام. وهي تحديداً 700 سنة قبل ميلاد، وهي منحوتات الصخر قام بها الملك الأشوري المشهور ملك سنحاريب. هو هذا يبين على حجم مصغر وحركة إيده توسل، والآلهة قبالة، يعني هو ياخذ، هو مؤمن وياخذ القوة مالته وقدراته وإيمانه من هذه الآلهة. نيناب لمسو مواطن مسيحي لكنه يعتبر نفسه من السلالة المباشرة لهؤلاء الآشوريين القدامى. هل لهذا المكان أهمية فريدة بالنسبة لك كآشوري؟ طبعا بدون استثناء أهمية كثيرة، وهذا هذه هويتنا، وهذا السبب اللي هم جايين هنا يخربون وتخريب. شوف يعني الله أكبر، طبعا الله أكبر، بس ماكو مكان نكتب الله أكبر غير هنا على الأثر الآشوري. تعرضت المنحوتات الصخرية للتشويه مؤخرا، وقد قام خبراء أجانب بإزالة رسومات أعلام كردية وجرافيتي من على هذه الآثار. يجون يرسمون بعض الناس العلم الكردي هنا. أول شيء هذه آثار مو كردية، هذه آثار آشورية. ثاني شيء هذا إرث عراقي، آشوري عراقي.
إرث الحضارة العالمية، مو بس الأشور، هي هاي كل عمليات التخريب هو محو الهوية الأشورية، لأن هذه الصخور مو إذا صمت الإنسان تنطق الحجارة، هذه الصخور دا تنطق دا تقول هنا أشور. لا زال الأشوريون يرددون الأغاني عندما يلتقون، وذلك للاحتفاء بموطنهم القديم. سأرافق هذه المجموعة في رحلتهم من دهوك في إقليم كردستان العراق نحو سهل نينوى التابع للحكومة المركزية مباشرة. لقد جاء هؤلاء من دول أجنبية، فكيف ينظرون إلى عراق اليوم؟ يطلق عليهم اسم جشرو، وهي تسمية تعني الجسر بين الغرب والشرق، ويحملون معهم قصصا عن الاضطهاد. I had great grandparents who had fled to America at the same time of the genocide and then to Russia, fled to Iraq and tried to resettle there and then had to flee again. It's been since we were babies we've heard about it and the atrocities that happened to us. I have relatives, yeah, that were definitely involved in Seyfo. I mean, we had heard about it, our parents had spoke about it, but it was my personal curiosity and interest in the matter, you know, to learn more about myself, more about my history, and some of the atrocities that were committed against our people. I was born here. My family escaped when I was 6 years old, so we left this country, fled, and came to the States as refugees, as immigrants. So my parents did a phenomenal job of bringing up my sister and I, and teaching us about our homeland, our country, and preserving our language. So I had to come back and see it. نمر الآن عبر سهل نينوى في طريقنا نحو بلدة القوش المسيحية. تخضع هذه المنطقة إدارياً للحكومة العراقية، لكن قوات البشمركة الكردية هي التي تسيطر على زمام الأمور منذ عام 2004. نقطة التفتيش الكردية هذه أثارت غضب منظمي رحلة جشرو. Everyone, Gishru. All these Kurdish flags that are placed here are all illegally placed here. This is another form of propaganda. This is another form of oppression. من غير الواضح إن كان رفع الأعلام الكردية هنا قانونياً أم لا، لكن نقاط التفتيش الكردية غير قانونية، فهي على أرض تابعة للحكومة العراقية. Basically, the purpose of this is just to make people leave. You know, it's frustrating, disappointing for us, and we're just visitors. Imagine how the people who live in this village feel like. We have to deal with this every day. There's no Kurds in El Qush, and for them to impose this, and it's just, I'm sorry, I'm just really pissed off. Seeing all these flags is making my blood boil. No, this is a modern cassette. شو من ديبو أنا بس بيادي مثلاً تايكد وتايكلتون أخطو لا أخطي ما صم صوت خمينة؟ لا مري طالي أوكي هدي مو دي بيه والمخبور قا ما يمري له ضابط داوة وبشقورة من دي أوه قاعد بد مو دي؟ عرستي خذيات خوفت سمح لنا أخيراً بالمرور وكان علينا إخفاء الكاميرا. Exactly. At the end of the day, when they see a camera crew that is going to be reporting, you know, in the West, and they do not want the truth to be unveiled, basically, they know what they're doing, everything that they're imposing on us, and they don't want that leaving this area. They're essentially trying to quarantine the truth. And exactly. غالبية سكان القوش مسيحيون من أتباع الكنيسة الكلدانية. تقطن خارج البلدة غالبية من الأيزيديين. ويشكل الأكراد أقل من 10% من السكان. هذه وحدات حماية سهل نينوى. إنها أول قوة مسيحية مسلحة يلتقي بها أعداء رحلة جشرو. تدعم الحكومة العراقية هذه الوحدات، لكن سلطتها محدودة فقط في البلدة تجنباً لإثارة الأكراد. وبحسب القائد المحلي فإن الداعمين الدوليين لا يرغبون في تمويل الأشوريين، بل يفضلون دعم أقليات عراقية أخرى. لازم قاموا يعني حقيقة رابلهم هيورقة مثلا يزيديين، ألمانيا رابهم هيورقة يزيديين.
أو ميور راق أن يعني خلاوات يزيدية قمحيرة لها بس أخنا اللعب عادن داخل بخشاو برسو بايت قاموا هاي نقاية زناية دزناية أولا أخني إيه يعني ضغوطات من أطراف عراقية من المواثق نقو عراق أنه أخنا أن خلاوات هذين لجو جيلة قام إيه خشوا نتخي يعني إيه فتخي وال خشوا إنه سبب إلى جانب الكردي بالزود لأنه يعني يعني كردي ما رخنا وهم أخنا إنه مخموا لنا مناطق فتلمود إلى خلافات باري من ناجدة منطقة. ويعتقد بعض أفراد جماعة قشرو أن عدم دعم المسيحيين هو سياسة الغرب. My opinion is it's because we're Christian. Yeah, it's kind of become like taboo now for Western countries to help the Christians. Help Christians in the Middle East because they're a privileged class, even though that's not the reality at all on the ground. المصدر الحالي لتمويل وحدات حماية سهل نينوى هم الأشوريون الذين يعيشون خارج البلاد. تقع قرية القوش في موقع استراتيجي على سفح جبال زاغروس. بقاء القوات الكردية في هذه المنطقة هو تحد للحكومة العراقية. عسكرياً القوش بيت قوات البيشمركة وقوات الأسايش. تم تقسيم شمال سهل نينوى إلى قسمين، قسم تحت سيطرة البيشمركة من باقوف وتلسقف وقسم الآخر تحت سيطرة الجيش العراقي. دور البيشمركة في المنطقة قانوني ومبرر حسب محافظ دهوك. سرفي موضوعيكو القوش ما بتعدو قرتي ما بتعدو ناقرتي بريما ناقوت يا حدود إداري المحافظة دهوك هنا بس أم بجنقف منطقة منطقة نزاعنا أمنيات القوش أسايش خدمات دي جادة هر تشتكي دهوك هر جهة كي حسم بو كو أف منطقة نا منطقة كردستانينا نا بشكش كردستاني دهوك أنت حاضرين تلاحظي ده في منطقة تسليمي خلقي وابكين اگه مسیحی‌ها به نخوش پیشمرگ الویرون بس حس که منیا داشت نامه که تسلیمی حکومت حریم کردستان بیان بجنیم حس که این و منطقه بردن لیست هناك ای قوات پیشمرگ هنا تنقلت على بعد 70 کیلومترا جنوب بلدة القوش حيث بدت سيطرة وحدات حماية سهل نينوى جلية الوضوح هذه قرقوش التابعة للحكومة العراقية إنها أكبر بلدة مسيحية في البلاد من حيث عدد السكان وقد شاركت القوات المسيحية عام 2016 في عمليات تحريرها من سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية يصر القيمون على هذه الوحدات لأنه باستطاعتهم تأمين الأمن في مناطقهم وعلى أمل أن تكون هذه القوة لواتة قوة مستقبلية تضمن أمن المحافظة المنوي اعتمادها للأقليات في شمال العراق لا زال مقاتلو التنظيم ينشطون في المنطقة وهذا يستدعي اليقظة والاستعداد الدائم على نقاط التفتيش يأمل قائد وحدات الحماية أن تتحول إلى قوة دائمة بعد استتباب الأمن في المنطقة هل باستطاعتكم فعلاً تأمين سلامة المكون المسيحي في منطقة سهل نينوى؟ إن شاء الله إحنا نقدر نقوم بهذا الواجب وأثبتنا هذه التجربة ورجعناها وكنا القوة الضاربة وكنا القوات الرئيسية اللي قاتلت مع الجيش العراقي البطل فرقة التاسعة البطلة اللي قاتلت وقاتلنا وياها من 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 زقاق إلى زقاق ومن شارع إلى شارع والحمد لله حررنا المدينة هناك سبب آخر يسعى من أجله مسيحي قرقوش إلى تأسيس قوات دفاع خاصة بهم قبل تشكيل وحدات حماية سهل نينوى كان الأهالي هنا يعتمدون على حماية قوات البيشمركة لكن تلك القوات تخلت عنهم عند هجوم مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 أستاذ هنا كانت أكو قوات البيشمركة موجودة وحراسات سهل نينوى بصراحة ما قاتلت نهائيا ولا ضربت طلقة واحدة على العدو في فترة الشهر الثامن كانوا الدواعش قدامهم يروحون يجون وهذه يعني آلمت في يعني علينا
لابد صار قصف من الدواعش واستشهد 3 أطفال في ذلك الوقت. كان مسلحون مسيحيون ينشطون إلى جانب قوات البشمركة، وهذا أحدهم يقول أن الأكراد انسحبوا من قرقوش بعد هجمات التنظيم، كما أخذوا معهم عند انسحابهم أسلحة المسيحيين. تقريباً الساعة 3:00 وشوية جانا كتاب قال بأنه جيبوا الأسلحة، يبقى سلاح واحد بس أبو الواجب يستلمه والباقي الأسلحة انسحبت. هذا صار يمنا طينا من السلاح، قام موقع كل من اللي كان باسمه مثلاً هالنقطة مثلاً نقطة نوفل بيها مثلاً 7 أسلحة 7 بنادق انسحبت 6 بقت 1. هذا صارت. إنها اتهامات ينفيها محافظ دهو. والله أوقات ظالم عادة مسيحينات مسلحة، يعني حتى فيغا فيجي كعراق همي جروب وميليشيات وأحزاب وهميتين، بس عندي من ظاني مسيحية سلاح نبوية بشتي حشد الشعبي تشيبوي مجموعات تشيبوي بنوفي حشد مسيحي وحشد شعبي وشيخ فلان وشيخ فلان. عندي أظن مسيحينات مسلحة وحش سلاح هناك، يعني بجاي كيك مسلح نبيت تشوه سلاح وشاكي واجي والدي. لكن مسيحيي قرقوش يذهبون إلى أبعد من ذلك، هم يتهمون الأكراد بالانسحاب من مواقعهم دون سابق إنذار. طيب هل تم تبليغكم بالانسحاب من قبل السلطات من البشمركة؟ ما بلغ يجي فجأة، لأنه تقريبا ساعة 12 بالوحدة أنا كنت بالبيت وكنت أشوف بأنه الأكراد موجودين. الساعة 3 صار انسحاب، يعني حتى سألتهم قلت لهم شلون الوضع؟ قال الوضع أوكي. إذا أوكي هم نزلنا ورحت تعشيت. الساعة 3 صار انسحاب، هاي صارت يعني انسحبوا فجأة. هذا صار. تعلمنا تجربة قاسية من هذا الموضوع وخرجنا، عفنا الأول والتالي، عفنا أموالنا، عفنا مدينتنا وهاجرنا إلى مناطق أخرى آمنة. تجربتنا كانت قاسية مع القوات السابقة، لم تدافع عن المدينة. طلبنا من محافظ دهوك رداً على اتهام الأكراد بأنهم تركوا مصير مسيحيي قرقوش في أغسطس آب عام 2014 بين أيادي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. لم نتلقى رداً من محافظ دهوك. انخرط 500 مسيحي ضمن قوات وحدات حماية سهل نينوى، كما قدم 2000 شخص طلبات للالتحاق بالقوة. لكن هل سيشجع وجودهم آخرين على العودة إلى قرقوش؟ لم تشهد البلدة منذ استعادتها سوى عودة نصف عدد السكان الأصليين. عدد العائدين إلى الموصل التي تبعد 30 كيلومتراً كان أقل من ذلك. على الضفة الغربية لنهر دجلة نرى ما تبقى من المدينة القديمة، كنائسها العتيقة ردمت مع الأنقاض. 50,000 مسيحي كانوا يعيشون هنا عام 2003، ورغم طرد مقاتلي التنظيم لم يعد أي منهم. الكثيرون منهم لجأوا إلى عاصمة إقليم كردستان أربيل، ومن بين هؤلاء مطران الموصل نيكوديموس داود شرف. هو يقيم اليوم قداس عيد الفصح بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية. المسيحيين اليوم في الموصل تقريبا وجودهم معدوم، يوجد أعداد قليلة من المسيحيين عم يرجعوا حاليا بسبب الضغوط التي مورست عليهم أنه لازم يرجعوا من أجل يدامون في الوظائف وبالمدارس أو في الجامعات، ويرجعون كل يوم إلى دهوك وإلى أربيل وقسم إلى قرى سهل نينوى مثل قرقوش وبرط الله.
مخيم النازحين هذا يكاد يكون خاوياً، فبعضهم عادوا إلى قراهم، بينما هاجر آخرون خارج العراق. أما الباقون فغالبيتهم من الموصل. أتى أعضاء مجموعة قشرو إلى هنا لمقابلتهم. إذا صارت الموصل زينة تنزلون على الموصل؟ لا طبعاً نخاف نبر ولادي ما بطيق، وأبو سامر إذا مجبور بقى إذا ينزل على مود التربية ماله هو ينزل. لا كعائلة كعائلة لها والله ما أنزل خاف. ماله شلون كانوا جيرانكم وياكم بالموصل؟ هم اللي يقضوا أغراضكم؟ والله الجيران كانوا ملاح يعني، بس من غير مناطق من فاتوا داع يعني داعش نحن طلعنا، هم كانوا زينين يعني جيراننا. مسيحيون آخرون أرغموا على ترك منازلهم. وحتى التهديدات كنزلتوا لهم جيراننا تهديدات، وقبل التهديدات قتلوا ابن مقدامنا. لم تكن هذه بداية معاناة المسيحيين من الاضطهاد، فهم يتعرضون للاضطهاد منذ سنوات. داعش ما ابتدأت في 2014، داعش ابتدأت من يوم سقوط العراق وسقوط نظام صدام الدكتاتوري في 2003، لأن نحن هجرنا من الموصل 4 مرات قبل داعش. داعش كانت الخامسة لم تكن الأولى. في 2005 الجوامع تنادي في الموصل، الجوامع تنادي لا تشتروا بيوت النصارى، لا تشتروا بيوت المسيحيين، ستأخذونها غنائم حرب مجانا. فهل عاد الأمان الكفيل بضمان سلامتهم لدى عودتهم؟ في شرقي الموصل تم القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية عسكريا إلى الآن. اللواء نجم الجبوري قاد عمليات تحرير المدينة، وهو حاليا قائد عمليات محافظة نينوى. اصطحبني اللواء الجبوري إلى السوق لأرى بنفسي مدى استدباب الأمن فيها. ماكو مضايقات؟ لا لا لا. ولد اللواء الجبوري بالموصل، وهو كغالبية السكان من السنة، وهو لا يعتقد أن إقناع المسيحيين بالعودة أمر سهل. شوف، أكون صريح معك، معظم أهل الموصل كانوا مخدوعين بتنظيم داعش. كثير من أهل الموصل كانوا يصورون داعش هي المنقذ، هي الملائكة، ولذلك الكثير منهم وافقوا أو تناغموا مع فكر داعش. هذا مو إسلام، هي مؤامرة كبيرة لغرض تشويه صورة الإسلام وتمزيق المجتمع العراقي، ونجحوا إلى حد كبير. لكن إن شاء الله يعني كثير من الناس عرفتهم على حقيقتهم، قدرنا أن ننتصر عليهم، والآن نعمل على إعادة بناء النفس العراقية وإعادة النسيج وإعادة بناء مدينة. المسيحيين سكان أصليين لهذا البلد، الآشوريين، السريان، سكان أصليين. أتساءل إن كان هؤلاء سيتعافون يوماً ما من الصدمات التي خلفها تنظيم الدولة. إنه تحدي كبير أمام اللواء الجبوري. هذا جرح عميق صار، يعني أنا أعترف، يراد له بلسم، يراد له مرهم، يراد له وقت حتى تعيد الثقة يعني. الجروح عميقة للغاية ولن تلتئم بسهولة رغم ضمانات اللواء الجبوري. رجعت إلى مخيم اللاجئين لأسأل عائلة سمعان إن كانوا يفكرون في العودة بعد استقرار الأوضاع في الموصل. إنه لا تفكرون بالعودة إلى الموصل؟ لا 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 أبد. هل تفكرون في الهجرة إلى خارج العراق؟ والله علوة استراليا، استراليا، فرنسا، وين ما الشيء شفناه بالموصل ما شوي، من خطف، من ذبح، انفجارات، يعني كان نطلع من البيت ونقول ما راح نرجع بعد، ما راح أشوف زوجتي وولادي بعد، والحمد لله.
عائلات أخرى كأسرة سمعان التحقت بركب ما أصبح يعرف بشتات المسيحيين الآشوريين. من دون أن المسيح قد قام من بين الأموات منتصرا. المطران داود شرف شهد بنفسه تراجع عدد مسيحيي العراق من 1.5 مليون شخص في عام 2003 إلى أقل من 250,000 اليوم، وهو يعتقد أنهم بحاجة إلى الأفعال أكثر من الوعود والكلام الجميل. عزيزي، نحن بقينا أقلية، نحن نريد من يحافظ على وجودنا كائن من يكون، غربي شرقي من الداخل من الخارج، نحن نحتاج من يساعدنا على البقاء في أرضنا التاريخية، أرض آبائنا وأجدادنا. نحن لا نريد أن نترك العراق، لا نريد أن نترك قرانا المسيحية، لا نريد أن نترك الموصل، بغداد، كردستان، هذه أرضنا. كانت مدينة أربيل الكردية في القديم مدينة آشورية، التسمية نفسها تعود إلى حضارات بلاد ما بين النهرين القديمة، وقد شيدت المدينة على أطلال أجيال سابقة ومن بينهم أجيال عديدة من الآشوريين. 5000 عام رفعت بمستوى هذا التل إلى ما نراه اليوم، وتكاد تكون الحقبة الآشورية في منتصفه. والآن مع نهاية رحلتي في بلاد شهدت ظهور واندثار حضارات عديدة، تبادر لي أننا قد نكون اليوم أمام خطر اندثار حضارة أخرى مع رحيل مسيحيي الشرق عنها. كل عام يجتمع الآشوريون في شمال العراق للاحتفاء بهويتهم. هذا مهرجان أكيتو، وهي كلمة قديمة تعني حصد الشعير، وهي احتفالات أعيد إحياؤها مؤخراً لكنها تعود إلى 7000 عام مضت. بعض الأزياء التقليدية تظهر التواصل مع الماضي الذي يعود إلى ما قبل المسيحية، كما ترمز الأزياء العسكرية إلى إصرار الآشوريين على تقرير مصيرهم ومستقبلهم بأنفسهم. مشاركة زوار من الخارج في المهرجان هو تذكير على أن أعداد الآشوريين المغتربين أكثر من أعدادهم في بلدهم الأصلي. Being born in London and being able to come back and just see the strength that people have, the and the innate pride that they have in who they are in the face of so much persecution. لكن زيارة موطن الأجداد تختلف عن العودة للاستقرار به. ولكن هل يعتبر وطناً لهم وهو محمياً من قوات كردية خاصة؟ تمكن الأهالي والمغتربون من الاحتفال بتاريخهم وثقافتهم الآشورية المشتركة. لكن هذا الشعب القديم مهدد بالاندثار إلا إذا تغيرت نظرة أغلبية سكان المنطقة إزاءهم، واتخذت الحكومة خطوات إيجابية لحمايتهم.